الاسم طرفة بغجاتي. البغجاتي هي عائلة دمشقية قديمة، أصلنا من عمارة القزازين، وعائلة فيها بعض الكتاب والفنانين والتجار. وكنت محارب للعنصرية وكنت ناشط في حقوق الإنسان. تحكينا شوي عن هالتفاصيل. بدون ما يسموا الإسلام مباشرة يحطوا نساء محجبات من الخلف، يحطوا صورة ناس تصلي، يحطوا وجوه شرقية في دعاياتهم الانتخابية. نحن هنا في أوروبا يعتبر الإسلام ليس ديانة أقلية، وإلا الديانة من ديانات الدولة المعترف عليها رسميا. الأخوة طلب مني أخطب الجمعة. أنا بحياتي ما أخطبت جمعة لحتى ما صار عمري فوق 35 سنة، قريب 40 سنة. ما شاء الله، يعني أنت قراءتك للقرآن جميلة جدا ومع تجويدك وحفظنا. طبعا أنا خريج أعتبر خريج مدارس شرعية من مساجد دمشق. يعني أبتعد عن الأشياء التي لا أرى أنني لها، يعني أرفض كثير من الدعوات وأقول هذا الأمر ليس لي. استخدام مصطلح الإسلاموفوبيا صحيح أم يجب أن يكون شيء يعبر عن العداء ضد الإسلام؟ جيرت فيلترز من أشهر وأوائل اليمين المتطرفين في أوروبا، الذي أخذ عداء الإسلام كبرنامج سياسي، منهج سياسي ضد الإسلام والمسلمين، أنه كل مشاكل أوروبا على الإطلاق من المسلمين. الديمقراطية النمساوية بين قوسين ترفع لها القبعة. تحكينا عن الديمقراطية النمساوية وما حصل في المشاكل الأخيرة اللي أدت إلى سحب الثقة من الحكومة وما إلى هنالك. جلجلت النمسا كلها، وحوالي 48 ساعة النمسا كلها وراء التلفزيونات، لأنه شيء غير عادي وغير مقبول نهائيا. أدى فورا إلى ضرب الحكومة، مع أنه اعتذر وقال أنني لم أفعل شيئا، فقط قلت مجرد القول. وهنا نأتي إلى الديمقراطية، أن كلامك محسوب. وقام رجل نمساوي فاضل، قام وقف قال نفس الكلام معه، وقال استحي أن تكون أنت نمساويا، أنت وصمة عار على بلدنا. تتوقع أستاذ أنه كان الحزب اليمين المتطرف أحد الأسباب في أنه العنصريين الموجودين هون أنه صار على صوتهم أكثر؟ لا شك أن الوجود اليميني المتطرف في الحكم يقوي الناس. حتى في ناس يشتموا، بيقول لك سيطردك شتراخي. أصدقائي، استنونا في حلقة جديدة من برنامج نور شو مع المهندس والأستاذ طرفة بغجاتي. أنا طرفة بغجاتي، انتظروني في برنامج نور شو مع نور الدين.